الوطني للجيش الوطني الشعبي هو الرابع أوت، ومحطات أخرى نستحضرها في هذه. ليش بقرار؟ لا قرار من ملك. استراتيجية متكاملة. مسجوي لأن نظن متفق مع الدولة الجزائرية بجيشها. أيضا في. إلا فنقول الجيش الوطني الثاني. تم التعرض إلى رمزية أربع أوت الذي يمثل اليوم الوطني للجيش. ولماذا هذا التاريخ؟ لأنه في أربع أوت 1962 بمعنى شهر بعد استعادة السيادة الوطنية، قررت القيادة العسكرية في ذلك الوقت الممثلة في هيئة الأركان للجيش أنه يتم تغيير اسم جيش تحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي، وبالتالي بناء على ذلك تمت عملية تحوير الوحدات العسكرية التي كانت قامت بالثورة التحريرية إلى جانب الشعب وغير ذلك. تم تحوير هذه الوحدات إلى وحدات عسكرية جيش نظامي عوض جيش التحرير الوطني. هذه الندوة أتت في إطار إحياء الذكرى الأولى للجيش الوطني الشعبي الموافق ليوم 4 أوت 2022. أردنا في هذه الندوة التي بثت في كامل القنوات الإذاعية الجزائرية أن نعرف بداية عن دور الجيش الوطني الشعبي بعد الاستقلال وقيادته ومساهمته في المسيرة الاقتصادية الوطنية. اليوم الجيش الوطني الشعبي أيضا يواكب هذه المرحلة بكل تحدياتها بكل رهاناتها من خلال العمل على تعزيز جاهزيته واستعداده الدائم لمواجهة مختلف التحديات على غرار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتأمين حدودنا الوطنية الشاسعة والمديدة من كل الأخطار والتهديدات.